بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة واصيلا. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين عبرة لمن يريد الاعتبار. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: السعيد من اتعظ بغيره. يا شعوب، يا اللي نزل عليكم إبليس مع ماكم وسماكم، راوا اللي حذرناكم منه سيقع فيكم إذا كان صححتوا رؤوسكم وعنتم أنتم العينية العنيدية بالتمام. إذا كان مش تواصلوا مش يجيكم ما ضرب أعداءكم في الماضي، هم أعداء أنفسهم قبل وانتم اعتبرتهم ما فماشوا التاريخ هذي فما السنة إلهية. لا، السنة الإلهية حط في بالك تعمل حسنة يعطيك ربي أجرها في الدنيا وأثنان حياة البرزخية والآخرة. وإذا كان عملت العكس في كومي دي كريم وزالي تروبي لفري أمير دي فو فورفي فو لجون كي مونت أبروبو دالله. خلو مسلم ومسلمة لسك روحك تتلاصيق، ما عندك حتى علاقة بالإسلام. اللي عنده علاقة بالإسلام يسلم أمره للرحمة وما يجادلش. ربي ابتلاني ابتلاني باش ينقص لي من عيوبي ومن إجرامي ويبدل هك العيوب والإجرامات إلى حسنات في خير والنعيم. نحن مسلمين حقا نعود إن شاء الله.